من ايام انتشرت اغنيه شعبيه اللي بيسموها اغاني المهرجانات، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل لواحد من مؤدي المهرجانات، وهو مفروض معروف جدا عادي لغايه دلوقتي، قصه عاديه جدا، كل يوم في اغاني وبتشتهر وبتنتشر وفي عدد كبير جدا من اللي بيأدوا شعبي، او بلاش كلمه، خلينا نقول نسميه المهرجانات لان ده المصطلح الجديد لهذه النوعيه او لهذا الاداء الجديد. لكن المشكلة حصلت أو بدأت يعني تثار حول القصة دي مشكلة، لأنه استخدم صورة العالم الكبير الدكتور أحمد زويل في الخلفية، يعني هو بيغني وصورة دكتور زويل وراه في بالظبط. خلينا نشوفها صريحة يا مصطفى، ده المطرب أعتقد هو نفس الشخص في بنضاره من غيره ولا إيه؟ دويتو، اوكي ده كسبرة المطرب ومع حد تاني، ووراهم في الصورة اللي بيغنوا فيها، انا معرفش هي دي صورة على الحيطة للدكتور زويل او صورة في الخلفية، ما علينا. المهم انه بعد عرض الاغنية وفي صورة زويل كان في انتقادات كبيرة لهذا المطرب ولهذه القصة، والانتقادات الحقيقة جت مش بس من المتابعين لكن جت من اسرة العالم الكبير الدكتور احمد زويل، واعترضوا بشكل كبير جدا على وجود الصورة في الفيديو. بعديها على طول نقابة المهن الموسيقية وقفت ومنعت التعامل مع مؤدي المهرجانات اللي هو اسمه أحمد خالد الشهير بكسبرة، واعتبرت النقابة أن ده إهانة لرموز مصر. القصة دي فيها شقين، الشق الأول وده من حق طبعا أسرة العالم الكبير الدكتور أحمد زويل اللي محدش يستخدم صورته في شيء هم شايفينه غير مناسب، أو حتى شايفينه مناسب أو غير مناسب بس هم معترضين على وجود الصورة. ف ده الشق الأولاني، هو اعتراض أسرة الدكتور زويل على وجود صورته في الفيديو ده أو في الحالة دي، وزي ما قلت من حقهم جدا جدا وحق اي حد ان هو يتضايق من وجود هذه الصوره. لكن في مشكله ثانيه اصلا في القصه، يعني ده طرف ان الصوره مضايقه ناس كتير ومضايقه اسره دكتور زويل، لكن فكره طيب هو ايه اللي بيقدم في هذه الاغنيه؟ يعني هل الاعتراض الوحيد في هذه القصه هو الصوره ولا فيما يقدم؟ وهل النقابه وقفت التعامل او قفت التعامل مع هذا المطرب عشان الصوره ولا عشان المحتوى؟ خلينا نطرح السؤال ده على استاذ محمد عبد الله المتحدث باسم نقابه المهن الموسيقيه. استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير استاذ امان، اهلا بسياده الفندم والساده المشاهدين. عايز اعرف بس فيما يخص هذه الواقعه، القرار منع التعامل او ايقاف التعامل ايه سببه؟ انا بدايه يا استاذ امان انا بحيي حضرتك وسعيد بالمداخله معاكي باعتبارك اعلاميه متميزه. شكرا. وبحب جدا حياديه حضرتك في اي موضوع بتطرحيه وجرأتك في العرض وسمعك لكل الاطراف، وده شيء جميل، احنا بنعتز بالاتجاه ده في الاعلام، فسعيد بالمداخله اولا، بسجل ده مع حضرتك يا استاذ. اشكرك كمان، شكرا. عايز اقول لسيادتك الموضوع بدا بدايته لما من 9 شهور لما تولى الاستاذ مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه منصب النقيب العام، بدا يجمع كل الناس اللي تحته كان مسمى بمطربين او مهرجانات، مغنيين مهرجانات، لغى الاسم ده خالص وقال يا اساتذه احنا مش هنعمل كده، احنا في مطرب شعبي، في مؤدي شعبي، في كذا كذا، بس كل واحد هيمضي اقرار وتعهد بانه يلتزم بالكلمه وبالذوق العام، وان هو ما يصدرش منه اي لفظ يخدش الحياة العام، ونحافظ على كده عشان شكلنا. الناس تمام، بقى في طوعيه وفي استجابه للرغبه دي، وبدا كل يكتب حاجه اسمها اقرار وتعهد بكده. فضلنا 9 شهور ما فيش اي مشاكل خالص والدنيا كانت ماشيه كويس، الى ان فوجئنا من 4 ايام تقريبا حاجه كده ان فيديو بيتضمن حاجه عمل فني للمطرب اللي اسمه او مش المطرب المؤدي اسمه احمد خالد الشهير بكسابيره. طبعا المفروض ان كان الاول اسمه كزبره، فلما النقيب العام اعترض على الاسماء دي فبدل ما يسمي نفسه كزبره راح مسمي نفسه كسابيره، ده كان اسم جديد وحاجه اول مره نسمع عنها. بعد ما عمل الفيديو من 4 ايام ده بدا الناس تتردد على السوشيال ميديا ايه الفيديو ده ايه، لغايه لما احنا سمعناه وشفناه في نفسنا النقابه والنقيب والمجلس. الفيديو يحمل العنوان بتاعه علي الطلاق، ده اللفظ بتاع الفيديو. فلما شفنا الفيديو لقينا من ضمن الفيديو ده صوره للعالم الجليل الفاضل الدكتور احمد زويل. طبعا احنا لا نعلم ايه سبب الزج بصوره عالم جليل فاضل زي الدكتور احمد زويل
في فيديو زي ده، ايه علاقه ده بده؟ يعني ايه يعني انت اذا كان الابداع دون قيود يعني دون شروط فده مفهوم غلط الابداع. المفروض ان انت عشان تبدع وتعمل حاجه ترند وتسمع انت مقيد بالاطار العام، لان الابداع مسؤوليه. فلا يجوز انك انت تزق باسم شخص ثاني. والحقوق اللاصقه بالشخص يا استاذه ايمان للاشخاص العاديين، ان صوره حضرتك، عنوانك، محل اقامتك، تليفونك، دي كلها من حقوق الشخصيه اللاصقه بيك. ما يجوز حد خالص ان هو يستخدمها نهائي. يعني طيب انا هستاذن حضرتك استاذ محمد، لان معانا حضرتك، افضل معانا. معانا الدكتوره نانا زويل، شقيقه العالم الراحل الكبير الدكتور احمد زويل. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بيكي استاذه ايمان وبالساده المشاهدين وبالساده ممثل النقابه. انا كنت عايزه اسمع من حضرتك، يعني انتوا ازعجكم جدا جدا ظهور صوره الدكتور زويل في هذا العمل، فعايزه اسمع من حضرتك وصل لكم ازاي القصه دي، وهل اخذتوا اي اجراء او عملتوا حاجه؟ الحقيقه انا بلغني التليفون يوم الاربعاء بالليل اني شفت حضرتك الفيديو اللي نازل على اليوتيوب في مؤدي، طبعا بحيي الاستاذ اللي معانا في على التليفون اللي قال عليه مؤدي وليس مطرب. طبعا الاستاذ محمد عبد الله المتحدث. نعم اهلا وسهلا استاذ محمد. فالمؤدي اللي قال الاغنيه دي، فبلغوني اني منزل كليب في صوره الدكتور زويل. الحقيقه انا لا يعني مش هقول لحضرتك لا بسمع حاجه في المجال ده، يعني مش بتبهب ده، لكن ده حقيقه ما عنديش يعني فكره خالص بالمجال ده ولا بالاسماء. فرحت على اليوتيوب وفتحت وشفت الفيديو وانتظرت قليل من الوقت كده، فقلت بقى يعني قدامي كذا خيار في التصرف ولازم اكون ايه حسنه التصرف. هروح بقى مباحث انترنت، هقوم محامي، عندي طرق كتيره. الحقيقه شويه وتريثت واختصرت الطريق اللي هو اتصلت بالاستاذ الفاضل الاستاذ مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه، والحقيقه كان تليفون رائع وفوق الرائع، والتليفون كان على مستوى رجل مناسب في المكان المناسب في اداء عمله، وعلى قدر ما قدر مين معاه على التليفون وبنتكلم عن مين، عن عالم جليل اسمه زويل. وقفلنا التليفون بكل يعني الحقيقه حب وتقدير. قلت له سعيده ان انا اتكلمت مع حضرتك، وهو قال لي ما تقلقيش حضرتك، وقفلنا التليفون. وبعدها عرفت ان هو ما كانش حتى، طبعا حضرتك عارفه يوم الخميس بيبقى اجازات، خميس وجمعه. بعد ساعه بس من تليفوني للاستاذ مصطفى مشكورا، بقدم له كل الشكر. الحقيقه اخذ كل الاجراءات وعمل انعقاد لجنه شؤون قانونيه عن طريق التليفون، وهو قال لي ده بنفسه، قال لي انا عملت كذا كذا كذا، واخذنا طلعنا قرار بوقفه من الغناء داخل مصر وعنده يعني هيقف قدام الشؤون القانونيه، عنده تحقيق والنائب العام، لانه طبعا ده رمز الدكتور زويل طبعا. وكمان كلمات الاغنيه. فالاستاذ محمد الحقيقه قال جمله انا بقول ايه العلاقه؟ علاقه عالم جليل رمز عالمي داخل مصر والعرب والعالم مع مؤدي اغنيه انا ما يعنينيش بقى هو شعبي مش شعبي، مستوى ثالث مستوى عاشر، انا لا اقلل من قيمه احد. انا اللي يهمني زي ما قلت وصرحت في تصريح ان نوبل مصر زويل خط احمر، يعني زويل ده لما بيتنطق اسمه في المحافل العلميه حضرتك، لو احنا قاعدين على كراسي بنقوم بنقدر العلم والعلماء. فزويل ده قيمه وقامه داخل بلده وخارج نعم. بلده. وحضرتك الحقيقه كان نعم. قرار الاستاذ مصطفى يعني له مني كل الشكر والتقدير، وانا بدرت على طول فورا من صباح الجمعه وانا بقدم له شكر واعتزازي بحسن تصرفه، وقلت عليه الرجل المناسب في نعم. المكان المناسب نعم. وحضرتك قمتي بالتصرف، يعني اتخذتي موقف وتم التعامل على طول. انا بشكر حضرتك جدا على توضيح القصه. شكرا دكتوره لانا زويل شقيقه العالم الراحل دكتور احمد زويل. هرجع تاني للاستاذ محمد عبد الله المتحدث باسم نقابه المهن الموسيقيه. فيما يخص الشق الخاص بصوره دكتور زويل ده، تم التعامل مع القصه وعيلته ليها كل الحق ان هي تعترض، لكن هو في شق تاني في القصه وربما يكون برضو مهم ما كانش الاهم. هو فكره طيب، ما هو في كلام بيتقال في هذه نوعيه من الـ يعني الاغاني، انا ما اعرفش بيسموها اغاني او مهرجانات،
فيها ساعات سب وقذف، فيها ساعات كلام غير لائق، وكل الشباب او الجيل الجديد حابين قوي فكره المهرجانات فبيكرروا. يعني شوف اي فرح دلوقتي، شوف اللي عندهم 15 سنه 16 سنه هتلاقيهم بيغنوا كل الاغاني بتاعت المهرجانات حافظينها كلها، فده معناه ان هم حافظين الاغاني، وكل الاغاني بتبقى عباره عن قصص، وقصص فيها كلام وفيها حوارات وفيها مصطلحات وفيها الفاظ. هل حان الوقت ان احنا نتعامل بقى مع القضيه الاكبر، مش فكره انه في صوره في الخلفيه بس، لا فكره هو الناس دي بتقول ايه؟ مع احترامي للجميع. هو حصل استاذ ايمان بالفعل من 9 شهور لما قلنا الناس دي بتقول ايه، ومن هنا جت فكره الاقرار والتعهد الاهل يا استاذ مصطفى ان احنا نحرص على الذوق العام، عدم استخدام اي الفاظ نابيه، اي الفاظ خادشه الحياء، احترام الكلمه، احترام الشعب اللي بيسمعها، والحفاظ على التقاليد والاعراف المصريه اللي اتربينا عليها. ومن هنا بدا التعاقد او الكونتراكت او الاقرار والتعهد ده ياخد وضعه، وعشان كده كنا 9 شهور الكل كان ملتزم الحقيقه. اول ما حصل الحركه دي الفيديو ده من 4 ايام، طبعا اذا كان ده حق لشقيقه العام الفاضل الدكتور احمد زويل فده كان حق، حتى لو هي تنازلت عنه كان لا يمكن النقابه تنازل عنه، لانه واجب على النقابه، لان ده دورها انها لا تتخلى عن واجبها ابدا في اعلاء الذوق العام. ومن هنا الاستاذ مصطفى خد قراره بعد المكالمه التليفونيه وبعد ما نما الى علم الموضوع ده، خد قراره على طول باحاله الامر للتحقيق. وعشان خاطر رغم ان هو احمد خالد اللي هو شهير بكذابيره، هو مش عضو عمل بالنقابه، هو عضو منتسب، يعني مش نقل بتصريح. انتوا حققتوا معاها؟ هل حصل تحقيق في القصه ولا مجرد؟ طبعا اللائحه التنفيذيه لقانون خط المهنه الموسيقيه بتقول الاعضاء المنتسبين ممكن يبيع عضويتهم. طيب في ناس كتير وانا منهم الحقيقه، يعني هل مثلا الصوره دي هو حبا في العالم الجليل دكتور زويل؟ يعني هل جاوبكم على السؤال المهم ده، ليه صوره زويل بالتحديد في اغنيه؟ اتسأل ده يا فندم من خلال شؤون الإعلامية، استغربنا لما سألناه، قال والله أنا ما أعرفش، دي كانت رؤية المخرج، يعني المخرج هو اللي عمل كده، أنا بنفذ تعليمات المخرج، أعمل كذا حاضر، هو بيحط صورة بيحط حاجة، فأنا بعتذر، وأنا الدكتور أحمد زويل أنا راجل طالب جامعة في كلية تجارة وفاهم وعارف الدكتور أحمد زويل وعلى راسي وأنا بعتذر. طبعًا فضل يعني يتكلم حوالي نص ساعة في كمية اعتذارات شديدة جدًا، وما كانش واخد باله خالص ان هو بكده، يعني متخيل انها عاديه ان هو اساء لحد، رغم ان ده ما كانش من حقه. وده اللي خلى الاستاذ مصطفى يقول اي حد هيتداول العمل ده او هيعيد غنائه مره اخرى هيبتدي يتعرض للشؤون القانونيه والمساءله، وممكن يلقى نفس المصير ويتم منع التعامل. فانا عايز اقول اتجاه عام ان الابداع مسؤوليه، بس عايز اقول كده الابداع صحيح. مسؤوليه صحيح. لكن صراحه اقول اشكرك جدا. شكرا للاستاذ محمد عبد الله المتحدث باسم نقابه المهن موسيقية، وزي ما قلت فكرة التركيز على القصة الأكبر والأهم وهي فكرة الكلام اللي بيتقال في هذه النوعية من الأغاني، وخاصة أنه في زي مثلا أحمد خالد الشهير بكسبرة يعني عنده جمهور وفي ناس بتسمعه وفي شباب كتير ممكن يبقوا بيحفظوا هذه الأغاني، ففكرة أن احنا نختار كلمات لما يجي العيال ترددها صغيرين أو المراهقين يبقوا بيقولوا كلام يعني لائق، والا هيبقى الموضوع فيه عشوائيه شديده جدا جدا في المصطلحات وفي اللهجه وفي الكلام اللي الناس بتقوله لبعض، وده بنشوفه كتير الحقيقه في الشارع.